ايه ده يا مي، انت لسه عندك امنية؟ ايوه، ده احنا خلصنا كل امنياتنا واحنا صغيرين. اصل انا كنت طفلة ذكية، حافظت على امنيتي. برافو عليكي. بصراحة يا مي، انا كنت عايزاكي تتمني. انا نسيت حاجة المفروض اروح اعملها. سلام. مي انت هنا؟ ايوه يا ادم، ايه رأيك نروح النادي؟ اكيد يلا. ايه مي، بصراحة انا كنت عايزة اطلب منك طلب. انت عندك امنية وشكلك مش محتاجاها، ممكن تطلبي لي تليفون؟ لان انا بصراحة تليفوني باظ. ايه انت اتضايقتي ولا ايه؟ ايوه انا فهمت. فهمتي ايه؟ لا ولا حاجه، انا همشي. ايه ده، مش معقول الكل عايز يستغلني. ماي ممكن تتمني ابقى ذكيه جدا؟ لا، هتتمنى ان انا ابقى غني. وانا عايز عربيه. لا وانا كمان دي هتبقى ليا. انا ابقى غني. لازم ارتاح بالزن ده. اتمنى ان كل واحد يبقى عنده 3 امنيات. مفيش حاجه جت. انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ بالظبط، شكلها بتخدعنا. مفيش حاجة جت. انتي بتكذبي علينا ولا ايه؟ ايوه هي كذابة، مش عايزة تدي لحد حاجة، عايزة تتحكم فينا بأمنياتها. بس بقى اتمنى انك تسكتي. دي خلتها تسكت فعلا. دي خطر علينا، لازم نطلعها برا المدرسة. اطلعي من هنا. نروح البيت. انا روحت. ماما. نعم. انا مش هروح المدرسة تاني. ليه بس يا مي؟ انا خايفة بصراحة، كلهم عايزين ياخدوا مني الامنيات. هو انتي مش عندك عدد لا نهائي من الامنيات؟ ايوه. خلاص يا مي، ادي لكل واحد الامنية اللي هو عايزها، انتي كده مش هتخسري حاجة. حاضر يا ماما، دي فكرة حلوة قوي. انتي رجعتي المدرسة تاني ليه؟ ايوه احنا مش عايزينك. شوفوا، انا هعمل لكل واحد اللي هو عايزه، والامنية اللي هو عايزها هحققها له. استنوا، كل واحد بالدور. بجد؟ انا عايزة عربية. حاضر، اتمنى ان يبقى عنده عربية. خلاص اعتقد ان انا دلوقتي حققت لكم كل اللي انتوا عايزينه. ايوه بس انت اديتينا امنيه واحده بس، وانت عندك عدد لا نهائي. تعالي معايا البيت، انا عندي طلبات كتير لسه. بخيله قوي، مش بتدينا لامنيه واحده بس. ايوه. لا انا كده مش هخلص. اتمنى انهم ينسوا ان عندي امنيات اصلا. ايه ده، هو احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ولا انا فاكره كنا بنتكلم في ايه. ولا حاجه، احنا جينا ورانا حصه، يلا بينا نروح نحضرها. الواحد قاعد يشتغل من الصبح، والاميره قاعده في القصر مرتاح. عندي أمنية واحدة، أتمنى أكون الأميرة. حضرة الأميرة، المفروض تلبسي الفستان ده. كل دي فساتين؟ كلهم حلوين قوي، بس أنا عاجبني ده. حضرة الأميرة، إحنا اللي بنختار الفستان اللي أنتي هتلبسيه، هاتي الفستان ده. حضرة الأميرة، في اجتماع مهم دلوقتي لازم تروحي تحضريه. يلا بينا. اتفضلي يا حضرة الأميرة، ده المكان الخاص بيكي. ايه ده بجد يا حضرة الأميرة، شكلك حلو قوي النهاردة. للأسف لازم نجاملها وهي وحشة أصلا. اسكتي لحسن تسمعك. سمعتي؟ الأمير هيخطب الأميرة علشان بس ياخد سلطتها، وبعد كده هيخلص منها. لا مستحيل، أنا عايزة أرجع حياتي الطبيعية تاني. 5 مهمات وأرجع حياتي الطبيعية؟ طبعا هوافق. 5 مهمات عشان ارجع حياتي الطبيعية؟ طبعا هوافق. المهمة الاولى تكون شخصيتي قوية. عرفت انا هعمل ايه. في حفلة النهاردة ولازم تجهزي. تمام، انا هلبس الفستان ده. لا، قلنا كذا مرة اللي احنا اللي بنختار الفستان. لا انا هلبسه، واطلع برا وايه اللي هسجنك. انا الاميرة. ايه ده، هي اتغيرت كده ليه؟ بقت شخصيتها قوية. ايوه ده الفستان اللي كنت عايزة البسه، ما عادش حد هيتحكم فيا ابدا. الفستان حلو قوي. ايه ده، انت مين ودخلت هنا ازاي؟ هتعرفي في الاخر انا مين. انا هنا عشان اساعدك. عارفه ان المهمه الاولى كانت سهله، بس المهمات الجايه صعبه. ايه ده، انا نجحت في المهمه الاولى. المهمه الثانيه ارفض اي طلب. مش فاهمه هي راحت فين. حضره الاميره. الوزير. حضرة الأميرة، في اجتماع النهاردة ولازم تحضريه. لا. ايه؟ لا مش هحضر. احضر انت بالنيابة عني. غريب، انا مبسوط من شخصيتك الجديدة لانك كنت بتوافقي على اي حاجة. هو في ايه النهاردة؟ الأمير؟ ايوه، احنا خلاص حددنا ميعاد الحفلة. انا هرفض الزواج ده. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا هخليكي تندمي. انا زهقت. ايه ده، انا نجحت في المهمة التانية. المهمة التالتة ايه؟ لا انا مستحيل اقتل حد، انا مش عامل المهمة دي برضو. طب مش عاملاها برضو. لا ده انت مستقصدني بقى. الحقونا. لا
كان في شخص بيحاول يحرق القصر فضربوا الحراس عليه نار، وبعد كده اكتشفنا انه الامير. بجد؟ ايوه كان بيحاول يقتلك. مش قلتلك اني هساعدك؟ انتي دلوقتي اقدر اقولك انا مين. انا الاميرة الحقيقية، والامير كان مسيطر علي، وانتي بطريقتك دي ساعدتيني. شفتي، هي دي حياة الاميرة اللي كنت بتتمني تبقي مكانها. انا بجد اسفة. المهمات خلصت وتقدري ترجعي لحياتك الطبيعية. الامنية اتمنى يبقى عندي دب. بقى عندي دب. تمنيتي دب؟ ما تمنيتيش الفلوس ليه؟ بصراحة يا ماما كان نفسي فيه. الغباء ده، هو حد يتمنى دب؟ ضاعت الامنية على الفاضي. شوفوا يا بنات، دي اللي اتمنت يبقى عندها دبدوب. تعرفي انه شبهك قوي، شكلك يضحك قوي. انا اتمنيت الامنية دي وانا صغيرة. كدابة، اكيد لسه متمنيها دلوقتي. مي، مالك زعلانة ليه؟ الكل بيتريق عليا يا امينة ان امنيتك الدب ده. اعتقد ان في حد ممكن يساعدك عشان تغيري امنيتك، لاني سمعت ان يونس هو كمان غير. هو انتي تعرفي اخويا الصغير عنده العاب كتير، هبقى اجيبلك منهم. بجد مش مصدقه ان في حد غبي هيتمنى الدب ويسيب الفلوس. معاكي حق بصراحه، بقى شكلها وحش جدا. انتوا بتتريقوا عليا؟ بتمنى كل امنياتكم تروح. ايه ده، امنياتنا راحت فين؟ اتمنى كل امنياتكم تروح. ايه ده، امنياتنا راحت فين؟ رجع لنا امنياتنا ارجوكي. مش معقول، ممكن يكون بيحقق الامنيات. واضح انه بيحقق الامنيات، لو سمحتي رجع لنا امنياتنا. طيب بس بشرط، هتتغيروا؟ ايوه اكيد. يلا رجعيها بقى. طيب هفكر، اتمنى اسمع افكارهم كلها. غبية، اول ما ترجعينا امنياتنا هنرجع نعملها زي الاول. انا لازم اسرق الدبدوب اللي معاها ده واتحكم انا في الامنيات. ماما في ايه؟ الدب طلع بيحقق الامنيات. ايه بجد؟ طب على كده بقى انا عايزه بيت كبير وفلوس كتيره قوي. تعالي، ده اختك كاتبه لك قائمه كامله. تعالي. الكل بقى يستغلنا، انا زهقت. اي ماي، ممكن تتمني نكسب في مسابقه الجمال؟ انا عارفه انك بتكرهيني، هديك امنيتي ليه؟ انت رخمه، انا بكرهك. مش مهم. مي ازيك؟ ازيك؟ انا عازمك على الغدا النهاردة، موافقة؟ اكيد. مي انا بصراحة اترفدت من الشغل، ممكن تتمني انهم يرجعوني تاني؟ عشان كده عزمتني، مش عايز اشوفك تاني. لا استني. مي ينفع تتمني ان صاحبتك تبقى غنية؟ حتى انتي اية، اصل بصراحة نفسي يبقى عندي امنية. انا امنيتي ان الكل يرجع عنده 3 امنيات. لحظة، محدش جاله اي امنية اصلا، ولا حتى انا. دي بتكذب علينا. انت البت اللي معها امنيات صح؟ انت مين؟ امسكي ده. ايه ده؟ الحقيني بسرعة دلوقتي يا حلوة، كل امنياتك بقت في المصباح ده، يعني انت تحولت الجنية. اول امنية، اتمنى بيتي يتحول لقصر. ايه ده ايه ده، ده تحول بجد. اتمنى ارجع للبيت. ما تقدريش تتمني لنفسك يا حلوة. اخرج من هنا ازاي؟ مي، ايه اللي جابك هنا؟ زياد، شفتك جاية مع الراجل ده عشان كده جيت وراكي. الراجل ده حولني الجنية، اطلب مني ان اكسر المصباح ده. طيب اتمنى انك تكسري المصباح اللي في ايدك. رجعت حرة تاني، اتمنى انك ترجع شغلك.